إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام، بعثت ما قالش علشان خاطر أقول للناس صلوا ولا صوموا ولا زكوا ولا كذا، لا، ده أنا ربنا بعثني ليكم علشان أكمل ليكم أفضل الأخلاق، عشان أقول لكم تمشوا إزاي مع الناس، عشان أقول لكم إزاي الناس تحبكم، عشان أقول لكم أخلاقكم تبقى فوق، عشان أقول لكم تبقى أنتوا أفضل أمة وخير أمة، لكم خير الأخلاق وأحسنها. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأنبياء جم بأخلاق، والرسل جم بأخلاق، والجاهلية كان لهم أخلاق، لكن الأخلاق اللي جي بها حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكمل كل الأخلاق السابقة دي، عشان أنت يا مسلم تتخلق بأخلاق حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هو كده قدوتك، هو حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طب سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. إيه ده؟ أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس ليه يوم القيامة يكونوا جنبيه، يكونوا معاه على طول. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاقا، اللي أخلاقه حلوة مع الناس، اللي الناس بتحبه، اللي الناس بتتمنى تشوفه، اللي لو غاب على الناس كأن روحهم غابت، اللي لو الناس دي شافت تتمنى تشيله من على وش الأرض. أحاسنكم أخلاقا، هو ده أقرب واحد للحبيب النبي يوم القيامة، وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبيب النبي يقول وإن أبغضكم، أبغضكم اللي ما بحبوش فيكم وبكرهه مين هو؟ وأبعدكم مني، وهيكون بعيد عني، الثرثارون اللي بيتكلم على طول، اللي ما وراهش غير الكلام، اللي بيجيب في سيرة الناس كتير الكلام، الغيبة والنميمة والحقد والغل، وقلبه مليان بالنار من الناس، اللي جرب يموت بحسرته من الناس، اللي ما وراهش غير الناس وسيرة الناس. هي دي أخلاق المسلمين، الثرثارون المتشدقون. الواحد يقعد وسط الناس يتكلم بالشعر وبالسجع وبالجناس، ويطلع الكلام من طرف لسانه، وعامل انه هو الوحيد اللي عارف كل حاجة في الدنيا، وعارف انه هو أعلى من الناس، وحاطط في دماغه ان لو اتكلم كل الناس تسمع غصب عنها. هو انت مفكر نفسك حبيبك رسول الله؟ ابدا. والمتفيهقون، المتكبر على الناس، اللي بيتعالى على الناس، اللي عامل نفسه نزل من مكان والناس نزلت من مكان تاني، اللي عامل نفسه فوق، ده انت اولك ايه واخرك ايه؟ ده انت اولك نطفه مزره ونهايتك جيفه قذره وتحمل ما بين هاتين العذره. انت ايه؟ بص اولك ايه واخرك ايه؟ مفيش فرق بينك وبين التاني غير بعملك بس، اعمل بس ومالكش دعوه